نهار السبت بحال هكا مع 11 ونص 12 لاروب جالسين في المنازل ديالنا تنسمعوا بحال شي رعده كبيره. ملي خرجنا هادي به واحد السياره من نوع مرسيدس اللون ديالها اسود، كنشوفوا الديباناشي زوها ومن فيهم واحد جوج ديال الشباب دخلوا في هذا الكيوسك هذا. ومن دخلوا في هذا الكيوسك شوف الكارثه اللي وقعت فيها، شوف هاد الوقعات، بان دابا حنا غير كنطالبوا بان هاد الكيوسك يحيدوه من هنايا، يحيدوا هاد الشيء هذا حيت ولاو المتسكعين وجميع الاطفال كيجلسوا تما بحال جاتهم شي حاجه وكيبداو يقلبوا وكذا. وهاد شوف هاد الشيء كله الحمد لله. انت شوف ودابا راه كاينه واحد المكانه ديال الضو راه غيوقع فيها شي كوبسيكوي مع هاد الامطار الغزيره ومع هاد الشيء هذا ومع هاد الجو، راه الله يحفظ وصافي وخفنا غير يطيح. دابا راه واقفه على سبه، غطيح دوز شي مراه ولا يدوز شي طيف ولا شي حاجه تهود عليهم. وكنزازي المسؤولين الى هداهم الله يشوفوا معنا هاد الشيء هذا يهزوا هاد الشيء هذا من هنا. وعليكم السلام. كما شفتوا انتم هذا المحل ديال الكيوسك هو جا من بعد هذه الحادثه، حنا المحل ديالنا ها هو انفاس معاك. دابا حنا ولينا الزبائن اللي كيبغيو يدوزوا ما كاينش منين يدوزوا، ولينا هنايا بحال احياء صفيح، ولا دابا هذا ملجا ديال المتسكعين والمتشردين والنفايات والكلاب الضاله وكل شيء، وغادي يوقعوا هنايا حوادث. دابا الناس هنا بالليل ما بقاتش تقدر تدوز. كنطالبوا بالمسؤولين وعاجلا باش يتكلفوا بهذا المسار ويتحذف هذا الكيوسك من هنا، لان ولا مضرق على التجار ومضرق عاوتاني على 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 الحاله، وحنا كمجتمع مدني على الحاله ديال هذا السيكتور. وكنطالبوا المسؤولين الله يجازيكم بخير باليو بهذا الشيء وحيدوا لنا، راه حنا ما بقى لنا والو، غنسدوا ونخدموا على برا حيت ما بقى لنا حتى شي واحد كيدخل عندنا وحتى شي واحد كيتكلف.